ورجعنا لكم من جديد ومعنا ضيفنا فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة FAM العقارية. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا فيك. شكرا لك ولوجودك معنا. حابين نحكي عن اليوم عن القطاع العقاري والتوجه التكنولوجي اللي عم نشوفه بالفترة الأخيرة، فخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. هلا اكيد I think التكنولوجيا disrupting اليوم كل الاندستريز، بس على وجه الخصوص القطاع العقاري اللي شفناه اخر سنتين، بدايه من توجه من دائره الاراضي الاملاك في دبي الى يعني all the way للكوبريشن مع القطاع الخاص. شفنا كثير امور جديده متعلقه بالتكنولوجيا وبتوفير الاحصائيات والديتا. صحيح. يعني هلا ريسنتلي كان في they launched dxbinteract.com مع دبي لاند ديبارتمنت، هذا تم خلال شهر واحد بال 2022، واليوم كميه الداتا وكميه الانتراكتيف ريبورتس اللي موجوده في دبي تخيل ما موجوده حتى بماتشور ماركتس مثل لندن ويوروب. صحيح، مليون بالمئة. بس قد ايه مهمة هاي الداتا ولمين مهمة ايضا؟ يعني مين الاشخاص او الفئة المستهدفة اللي لازم يفوتوا على هاي المنصة لحتى يحصلوا على هاي النوع من التحليلات؟ هلا all market stakeholders، سواء مستثمر عقاري، سواء حدا عم يبيع عقار او عم يشتري عقار او عم يستأجر عقار، في داتا لكل الستيكهولدرز اللي بالسوق. اليوم الداتا والترانسبيرنسي والشفافيه في دبي يعني وصلت لدرجه انه اذا انت بدك تشتري عقار او تبيع عقار بدك تعرفي انه كم تكلفه العقار او كم قيمه العقار. اليوم اذا بتروحي ل دي اكس بي انتراكت بتدخلي بيانات المشروع، المنطقه، اسم المشروع، وحتى رقم الوحده السكنيه اللي بدك تشتريها او حتى تستاجريها. بيعطيكي كل الهيستوريكال داتا وريكورد للترانزاكشنز اللي تمت، كم مرة انباع العقار، كم مرة تأجر العقار، وكم كان قيمة الإيجار وقيمة البيع. فأنت حتى إذا بدك تأجري عقارك أو جاي بدك تستأجري عقار وبدك تعرف كم قيمة الإيجار لشقة مماثلة للشقة اللي بدك تستأجريها، لنفرض بدك تستأجري على الطابق العاشر بمشروع معين، بتدخلي اسم المشروع، بتدخلي نفس رقم الشقة بس مثلا بدل ما 1009 بتدخلي 909 الطابق اللي تحته والطابق اللي فوقه، أو حتى بتدخلي نفس رقم الشقة وبتعطيك كل عمليات الإيجار وعقود الإيجار اللي تم توقيعها لهذا العقار. فهذا أكيد بيعطيك الثقة بسوق دبي العقاري بشكل عام، وبيعطيك الثقة أصلاً أنت كأند يوزر أنك عم تتخذي قرار مبني على بيانات صحيحة وواضحة. تماماً، يعني هاي غير اللعبة بشكل كتير كبير، هذا النوع من الشفافية بتحديداً سوق العقارات، لأنه مثل ما بنعرف أنه مثلاً ممكن قد يكون الزبون ما عنده دراية بموضوع العقارات وما له خبير فيه، فقد يشتري عقار مثلاً بمبلغ كتير عالي. صحيح. هلأ هو بداية كانت الداتا متخصصة فقط بموضوع البيع والشراء، فنفس الشيء بتدخلي اليوم بتروحي لأي مشروع فيك تستخرج كل جميع عمليات البيع اللي تمت بهذا المشروع. فاليوم إذا مثلا الوسيط العقاري أو حد من السوق العقاري عم ينصحك تبيع مثلا العقار معين بمليونين درهم أو تشتري عقار بمليونين درهم بمشروع معين، فيك تدخلي اسم المشروع وتشوفي كل معاملات البيع اللي تمت بحسب بيانات المسجلة بدائرة أراضي الأملاك لهذا المشروع. فمثل ما قلت لك بتصير عم تتخذي قرارك بطريقة سليمة. وهلأ ريسنتلي الأسبوع الماضي بدأوا كمان يعطوا بيانات للمستأجرين. حلو. لعقود الإيجار. طبعاً أكبر مصدر ثقة بالنسبة للبيانات هي حكومة دبي دائرة الأراضي الأملاك، وهو هدفهم مع القطاع بتعاونهم مع القطاع الخاص dxbinteract.com إنه تبوست الترانسبيرنسي بدبي ريل سيت ماركت. هذا له دور، بيلعب دور كتير كبير بحتى جذب مستثمرين جدد وجذب سكان جدد لمدينة دبي. تماماً، لأنه الشفافية والثقة موجودة، وتحديداً بهذا المجال مثل ما ذكرنا يمكن في ناس حابة تدخل فيه كمان ومستثمرين صغار، ولكن بخافوا شوي من المخاطرة بهذا القطاع. ولكن بالفترة الأخيرة شهدنا يعني تغيرات كبيرة بالقطاع العقاري، يعني كان في جائحة كورونا، بعدين مثلاً بدولة الإمارات كان في أكسبو فانتعش شوي القطاع العقاري. ممكن تخبرنا أكثر؟ شفنا كمان ارتفاع بأسعار ببعض المناطق. أكيد. هلأ هو بشكل عام بعد جائحة كورونا صار
طلب كتير كبير على الفيلل والتاون هاوسز وعلى الشقق الشاطئية أو المقابلة لواجهة بحرية أو واجهة مائية حتى. هذا بشكل عام. ولكن لما صار في انتعاش كتير كبير بهالمناطق وبهالسيجمنت من السوق، طبعاً هذا أثر على باقي القطاع العقاري في دبي، وصار في انتشار يعني انتعاش يعم معظم المناطق وأنواع العقارات ومشاريع في دبي. هلا نحن طبعا الاكسبو، انا بتخيل الامباكت، ذا ريل امباكت اوف اكسبو، او يعني نتائج الاكسبو حتبدا بعد الاكسبو، لانه كل الناس اللي اجت خلال مرحله الاكسبو لزياره الاكسبو انبهروا بدبي وانبهروا باللي بتقدمه دبي من سوفت وهارد انفراستراكشر. فالاكسبو هو ما هو بس الايفنت لست شهور، الاكسبو هو كل البنيه التحتيه، كل اللاند ماركس والقوانين والأنظمة والجولدن فيزا، كل شيء طلع، هذا هو الإكسبو. وهي كلها أمور يعني باقية في دبي. ودفنتلي I think the impact of Expo is yet to come. يعني I think نحن the impact of Expo we will continue to witness the Expo for the coming 10 years. طبعا، وحتى يعني المنطقة Expo District 2020 رح تتحول لهي المنطقة. هل تتوقع أنه كمان يكون في انتعاش بهي المنطقة، يكون في ناس فعلا عم تستثمر فيها؟ أكيد. يعني تخيل في يعني اصلا في بعض الشركات العالميه الكبرى اوريدي اخذوا مباني في الاكسبو، سواء ايجار او شراء. واكيد يعني بتخيل انه حكومه دبي من الاساس، يعني من from inception لما بداوا بالاكسبو، الخطه ما هي كانت بس لستة اشهر، الخطه كانت انه اوكي واتس افتر ذا اكسبو. فحتشوفي انت انه هي، انا بتخيل هي مدينه ل 100 سنه. بتذكر كنت قاعد مع Her Excellency Reem Al-Hashmi, and she said this is a city for 100 years to come. This is not for 6 months. تماماً، وهذا الشيء الرائع اللي يعني اللي رح يخلفه إكسبو وراءه. طيب، شو توقعاتك للقطاع العقاري تحديداً بالفترة القادمة؟ لما ما بقولوا الحظ هو لما الفرصة بتلتقى مع التحضير. ودبي is very very well prepared. يعني حتى اليوم all the unsettled situation be Europe or the rest of the world, عم نشوف lot. يعني دبي is becoming more and more and more attractive for everyone. صح. مين بخطط ل50 سنة لقدام؟ نحن DXB البارح من يومين طلعنا التقرير لQ1 للربع الأول للسنة، في زيادة بالمبيعات ب126% مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية. وصراحة كل الإحصائيات اللي نحن عم نشوفها اليوم في دبي من ناحية عدد المبيعات، اللي هي نحن قطعنا 20,000 معاملة عقارية في الربع الأول، وأكثر من 56 مليار درهم worth of real estate transactions. يعني هذا شيء ما شفناه خلال السنوات السابقة، يعني من 10 سنين ما شفنا هاي الأرقام والإحصائيات. فأنا بتخيل it's there to continue. شايف إنه الأسعار ما في يعني ما عم نشوف الشيء المبالغ فيه بالنسبة للأسعار. لسه الأسعار بعدها very attractive في دبي، وبالأخص لما بتروحي inland لمناطق مثلا مثل business bay أو downtown، هو الصعود الكبير اللي صار في الأسعار بشكل خصوصي هو اللي صار على جهة البحر. صح. فأي شيء مقابل للبحر أو للشاطئ بعد جائحة كورونا، يعني worldwide صار في زيادة كبيرة بالأسعار. أما الباقي المناطق في دبي بعدها أسعارها very very affordable. مليون بالمية. ولكن يمكن لما ارتفعت هاي الأسعار، وهي النقطة اللي حابة أسلط عليها، أنه لسه ما زال الوقت ممتاز للاستثمار بالقطاع العقاري، يعني لأنه في ناس يمكن تخوفت لفترة من ارتفاع هذا الأسعار اللي كان بعد جائحة كورونا. أكيد. هلأ يعني أسعار بدبي مقارنة بأي مدينة أخرى عالمية مثل دبي لسه أسعار جدا جدا ممتازة. صحيح. يعني خلال جائحة كورونا الناس ما كانت تقدر مثلا تطير، معظم الناس اللي تسافر خلال جائحة كورونا هن الأثرياء اللي فينه يطلع برايفت جيتس وإلى آخره. فلما هاي الناس، لما دبي كانت جاهزة قبل بقية أنحاء العالم وفتحت أبوابها، كل هاي الناس لما إجت لدبي لقوا إنه الأسعار جدا 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 يعني very attractive مقارنة بالمدن العالمية الأخرى. وهذا الشيء اللي خلى القطاع أو luxury segment بدبي تنتعش أكثر من أي segment أخرى في القطاع العقاري في دبي. تماما. فأكيد الأسعار بعدها جدا
جاذبة، بالأخص للناس اللي عندهم understanding وعندهم فهم للأسعار بمدن عالمية أخرى مثل مثلا لندن أو نيويورك أو منهاتن. صحيح. وفي طلب كبير على موضوع الاستثمار بالعقارات، يعني ما زال شيء جاذب جدا للمستثمرين حتى الصغار والكبار. وألف مبروك يعني على كتابك الجديد The Art of Real Estate Investment، وهذا دليل إنه في طلب يعني على يعني نشر الوعي بهذا الموضوع. أكيد. هلأ أنا أظن حتى يعني المستخدم النهائي أو حتى المستثمر أكيد متأثر بموضوع التكنولوجيا واللي عم تقدمه التكنولوجيا والديتا بالعالم بجميع أنحاء القطاعات مش بس بالريل استيت. فاللي عم يشتغل بقطاع آخر that is disrupted by technology وهو عم يستثمر بالريل استيت كمان he became smarter، يعني صار هو أذكى بموضوع اتخاذ القرار بالريل استيت، وصار بده يتعلم، صار بده يقرأ الداتا، صار بده يقرأ الإحصائيات المتوفرة من حكومة دبي. وصراحة هذا كان له نصيب كبير بكتابي اللي طرحته هو، لأنه الناس sometimes they get intimidated من لما بشوفوا داتا وأرقام كثيرة وتشارت وإلى آخره. فهذا كان له تشابتر كامل في كتابي الجديد، وشرحت للناس أنه لا، موضوع أنك تقرأ الداتا وتقرأ الإحصائيات موضوع بسيط جدا، بس إنه الواحد to dedicate some time to it وكثير بيعطيكي أمان بالاستثمار. يعني أنا إذا اليوم يعني حتى إذا أنا اشتريت عقار في دبي على الخريطة مثلا، كل أنا عن طريق DXP Inter كل ما دائرة الأراضي الإملاك بتعمل سيرفي جديد على الموقع أو على المشروع وبتضيف updates على نسبة الإنجاز للمشروع، أنا بيصلني notification أو عندي أكسس لهذا الشيء. فصار كل شيء من ناحية الأسعار، عقود الإيجار، عقود البيع، نسب الإنجاز للمشاريع العقارية، السبلاي أو يعني العرض والطلب اللي بالسوق العقاري، صار كل شيء متاح. وأهم شيء بدي أقوله أو هو عن أول سؤال سألتني عن موضوع التكنولوجيا، أنه في الماضي كان في تقارير عقارية عن السوق العقاري في دبي، ولكن كانت ستاتيك وجينيريك. يعني كان يقول أنه أوكي السوق العقاري بدبي مثلاً مثل ما هلأ قلت لك أنا أنه زادت المبيعات 126% عن ربع الأول من السنة الماضية، ولكن اللي عم يشتري أو عم يستثمر أو عم يستأجر هو صح بهمه يعرف كيف أداء السوق العقاري بشكل عام، ولكن بهمه أكثر يعرف شو عم يصير بالمشروع أو بنوع العقار اللي هو عم يستثمر فيه. ونعمل interactive reports إنه اليوم أنت بدي XP interact فيك تعملي search عن اسم مشروع معين، عن رقم وحدة معينة، عن هو على الخريطة أو جاهز بسايز أو بمساحات، يعني وحدات سكنية أو تجارية بمساحات معينة. فيك you can filter by أرض أو فيلا أو شقق. فكل هالشيء أنت بحسب وين أنت مهتمة بالسوق العقاري في دبي بطريقة جدا بسيطة، في فلتر كتير بسيط بس بتدخل البيانات اللي أنت مهتمة فيها وبيعطيك أداء هالعقارات اللي أنت مهتمة تشتريها تستثمر فيها، سواء بدك تشتري أو تبيع أو حتى تستأجري. تماماً. هو موضوع يعني إنه الريسيرش أو البحث قبل أي نوع من الاستثمار سواء بالقطاع العقاري أو أي قطاع آخر أمر مهم جداً، فما بالك إذا كان مع التكنولوجيا مربوط وبطريقة مبسطة مثل ما ذكرت، يعني في فلترز حتى للمستأجرين، يعني هاي بتوقع ميزة رائعة جداً. حابة أكد على اسم الكتاب، يعني أنت حاطت The Art، الفن في الاستثمار بالقطاع العقاري. هو فعلاً فن، بس خبرنا أكثر ليش فن؟ لأنه هو ما هو عملية عشوائية، يعني ما هو أنا بشوف اليوم بروشور وبسمع أن السوق العقاري في دبي طالع بايع 126% نمو عن السنة الماضية، بروح أنا بدخل السوق العقاري بطريقة عشوائية وبشوف أي بروشور أو أي بائع وبائع بيوجوني بروشور ويوجوني شوي لايف ستايل إيميجز، بقول خلص أنا أي شيء بشتري حيعلى سعره. هو فن من ناحية أنه بده دراسة، ولازم يعني لازم تفهم مثل ما بقوله كنت عم بقول انه invest in what you understand and what you control and you can only control what you understand. يعني انت لازم الواحد لما بده يستثمر بشيء لازم يستثمر بشيء فاهم اسسه. افضل ميزه بالاستثمار العقاري هو انه اذا بتقري او بتسمعي سهل انك تفهمي، يعني غير لما بتروحي مثلا الستوك ماركت. صح.
الستوك ماركت يمكن انا اعمل لها برزنتيشن على الستوك ماركت والترندز، بس لسه بعد تكون شيء ما كل الناس ممكن تفهمه. اما سوق العقار كلياتنا يعني يا اما عشنا بعقار مؤجر او ملك، معظم الناس انتقلت من عقار لعقار، او حتى بالاخص على وجه خصوص في دبي يعني. ف دي ارت اوف ريل سيت انفستمنت بقول لك شو هي الخطوات، ببلش من الصفر يعني. حتى بتذكر انا بالشابتر نمبر 2 كنت كاتب انه الناس اللي ما لازم تستثمر بالعقارات هي اللي ما عندها خلفيه عن الاستثمار العقاري ابدا، ما عندهم الاستعداد او ما عندهم الوقت لا يفهموا السوق العقاري او لا يفهموا الاستثمار العقاري واسس الاستثمار العقاري. ومن بعدها طبعا حكيت اعطيت خطوات عمليه وتطبيقات عمليه جدا لحتى ما يكون بس مثل ما بقولوا سطر كلام وسطر حكي يعني. حكيت بيتمات لك بيتشابتر عن الديتا، ويعني ان شاء الله انه الناس تستفيد منه، لانه كمان الحمد لله صار لي 14 سنه في السوق العقاري في دبي، ويعني حققنا نجاحات كثير كبيره الحمد لله. يعني اليوم الشركه عندنا 11 فرع في دبي، اكثر من 600 موظف. وطلعت لقيت انه لا، صار في الوقت انه انا اعطي I give back to the market, I give back to all market stakeholders، وانه يعني زكاة العلم نشره بيسكلي. اكيد مليون بالمئة. ونحن طبعا حاطين الانستغرام تبعك في راس، بتوقع باللينك بالبايو عندك بالرابط، ممكن الناس انها تتواصل حتى او تضغط على الرابط لحتى تشتري الكتاب. اليوم الكتاب متوفر بالانجليزي، بس ان شاء الله خلال الاربع اشهر القادمه حيكون متوفر باللغه العربيه. حلو. وان شاء الله انه اول سنه القادمه بيكون متوفر كمان بالفرنسي صيني روسي وفرنسي صيني وروسي. جميل جميل جدا، كل التوفيق لك يا رب، وشكرا لوجودك معنا. شكرا لك، شكرا كثير. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا، انا بشوفكم بكره بنفس الموعد، نهاركم سعيد جميعا.